عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيب عم عبدو. كل عام وانتم بخير عم عبدو. بس انا اخش في الموضوع على طول. الاسعار في اسواق الجملة كلها تقريبا اتعدلت، بس القطاعي ما اتعدلتش. والله هنا يكاد يكون السوق بعد العيد طبعا بيحصل ان بيبقى فيه ركود شوية. بعد العيد بيحصل. النهاردة الطماطم العالي تحت 80 جنيه. تمام. 50 ل 80. تمام. الشطة ب 4 جنيه، الفلفل ب 5 جنيه، كل حاجة ريحت، البتنجان ملوش أتمان. أيوة. خد بالك، فالشطة والفلفل كانوا عاليين قوي، النهاردة بقول لك شطة ب 5 و 4 والفلفل ب 5. والبتنجان باثنين وبثلاثة، الدنيا كلها مريحة. الليمون؟ لا، هو الليمون يكاد يكون من 13 ل 17. ما بين ليمون الشجر، ليمون مخوص، ما بين ليمون الاصفر. اسعاره من 13 ل 17. كويس. لو نزلت سوق القطاع يا عم عبدو، الاقي الدنيا مريحة كده ولا؟ اكيد اكيد، ما هو بناء على هنا، هو بره برضه لازم يبيع عشان. والله لغاية يعني الاربع 25 4 والخميس كان في اسعار غالية. 25 كانت 3 والاربع 26 والخميس امبارح كان 27، النهارده لا كانت الاسعار عاليه في القطاعي. لا النهارده هتلاقي مرتاح، تلاقي الطماطم ب 5 جنيه و3 ب 10 بره. خلاص خلصنا يعني من رده العيد وقفل العيد. ركود دلوقتي بعد العيد مباشره، لازم يحصل ركود تماما يعني. ترجع الاسعار اكيد اكيد، برده كل اسره مصاريف زايده بعد العيد بتاع، الاقتصاد بيبقى يعني مهدي شويه. يعني فالحاله الماديه بتبقى هاديه، فهو بناء عليه هو السحب ضعيف بره. البتنجان قلت لي بكام؟ البتنجان الرومي بين 2.5 2.25. ده البتنجان اسعاره. العروس هو اللي شادي شويه؟ ولا العروس شادي، العروس برضه نفس السعر 65 و60 بقى. انا كنت هسالك، هي دي الطماطم اللي انت بتتكلم عليها ما دي ب 65 و60 انا شايف يعني حالتها كويس؟ ما مش طريه شويه. كلون حلو. كشكل، لكن هي طريه شويه. 65 و70. العداد كام كيلو؟ العداد 22 23. 23. عموما يعني المفروض ان انا انتظر شويه يعني عن الكلام عن سعر الجمله. في حراره الجو طبعا، في احنا داخلين على صيف والجو بيطلع الزراعه بدري، فهيبقى المعروض كتير ومنتظر تقل عن كده كمان ان شاء الله. والله احنا بنتمنى كده. خلي بالك حضرتك، ده برضو زرع كان مخزون وخد الكمه قبل العيد، فقاعد فعشان كده جاي طرش. الاسعار دي تفرق سواء زادت او قلت مع الفلاح، مع المعروض؟ لا، مع الفلاح او مع التاجر تفرق الاسعار؟ اكيد طبعا. اكيد مع الفلاح هيفرح ان السعر زاد، مع التاجر عمولته بتزيد. ايوه، بس فهو اكيد طبعا كل ما يكون السعر عالي كل ما يكون افضل للجميع من عدد الزبون. ما هو ده اللي انا عايز اقوله، ما انا ساكت عشان كده. هو مبسوط والتاجر هو مبسوط. انا ساكت علشان كده. الاسعار في المتناول كويس. يعني يا ريت المتناول كويس. هو زي ما انا سامع الكلمه اللي قلتها لحضرتك عدتها مرتين، يعني رد عيد وكده ممكن تخلص وتبتدي تظبط الاسعار. لا احنا في رد عيد فعلا. بس الجو هيهدي كمان، لان داخل الحر وداخل الموسم بقى الريست والضبعه والمواسم دي بتاعت اسكندريه بتدي معروض كويس وبيبقى فيه محصول جامد يعني ان شاء الله. ودمياط برضه شهر 5 بتطلع، فكل ده هيهدي المعروض كتير، فالاسعار هتنزل. مش هنستنى كتير يعني؟ لا لا، ده في شهر 5 يا موسى. خلاص 5 ده بكره. اما دمياط بتطلع في 15/5، وبلطيم والريست والضبعه وكل ده هيطلع ان شاء الله. ان شاء الله ماشي. ربنا يطمنك يا عم. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا شكرا. بعد العيد يعني الكلام ده كله بعد العيد يومين ثلاثه لا بص حضرتك، من ثاني يوم العيد والخضار كانت بطريقه رهيبه. والسحب كل حاجه، السحب ضعيف برضك فوق ما تتصور. في السحب كل ده اللي خلى السعر في الجمله يقل. السعر دلوقتي هابط، كل حاجه هابط دلوقتي في سعرها. ايوه، اسعار دلوقتي. انت كتاجر جمله ابو شنا بتبقى حاسس ان الفلاح او لا مش الفلاح، الخضري في المحلات بره او السريح بياخد منك، بيعمل هامش ربح كويس ولا بيعلي الدنيا؟ بيعمل ربح عالي قوي. بيعمل ربح قوي. بتضرك دي؟ بتضرك الحكايه؟ هو ما تضريش، هو ده بيع ومكسب وخساره، ده خلي بالك. بس هو البيع يعني ايه؟ يعني ناخد طماطم من هنا مثلا دلوقتي حضرتك ب 90 جنيه وابيعها كيلو وربع 10، وكيلو وربع 10 بره غاليه، غاليه على الزبون. طب ما تبيع مثلا بيح كيلو ونص ب 10. انا بيني وبينك يعني بشوف، مش هقول لك في ناس ساعات بتدور حاجه في فاكهه او خضار في صنعه ثانيه، عصير او
او مثلا الناس بتوع الصلصه، انا بشوف يعني لما اخذ، انا اسف في اللفظ، جنب الزباله مرمي حاجات كتيره. اقول لحضرتك ايه يعني، هو دلوقتي حضرتك دلوقتي الزبون طلع الطقميه مثلا الناشفه، طبعا الطقميه دي مالهاش روح، يعني جه تاني يوم بتسيح، لما تسيح خلي بالك اصبح تاني يوم بيبيع عليها بتعفن. كان باعها بقى بالسعر اللي هو يرضي حضرتك، ما فيش سحب، سحب تعبان مش حركه. ايوه دلوقتي احنا دلوقتي ولا دلوقتي الزبون دلوقتي عاوز لما اضيف فيه حاجه طازه حاجه ناشفه، طب دي بقى تتنمي في الزباله. ايوه بيع اقل من سعرها، عشان كده انتوا دايما تقولوا ان المخوص بيبقى سعره اعلى شويه. المخوص سعر تاني طبعا، المخوص حاجه ناشفه، الحاجه المخوصه بيبقى سعرها اعلى شويه. المخوص سعر تاني طبعا. تفتكر السوق يعدل امتى بين القطاع والجمله والجنة؟ والله حضرتك دلوقتي وعشان السوق يعدل كمان اسبوع بالظبط عشان عمال تخف شويه، لان الجو طول بيطلع حر والخضار بيكتر وبيزيد، اصبح ايراد السحب تعبان. ايوه نستنى اسبوع، يعني اسبوع بالظبط ان شاء الله تلاقي الدنيا هديت شويه وخضار قل شويه والدنيا اتعدلت شويه. ماشي، وعموما احنا جمهورنا هيحاسبك على الكلام اللي انت يعني بتقوله. لا والله بتكلم بالصدق. انا عارف. شكرا يا ابو جنى، شكرا حبيبي. عم فتحي من فترة كبيرة ما شفناش بصل قديم، لسه متخزن بصل قديم ابيض. تمام. يعني الابيض كان اقل من السوق. ده وصل 15 جنيه 16 جنيه. فعلا. النهارده في كمية عندك اهي من البصل القديم الابيض، بتبيعه بكام؟ القديم عامل 11.5. 11.5. ده كمان يعتبر رخص شوية عشان الابيض الجديد نزل يعني. الجديد نزل والاحمر. الاحمر برضه عامل 11.5. نفس سعر الابيض مع الاحمر. البصل الجديد اسعاره ده قديم ولا جديد؟ ده قديم. البصل الجديد اسعاره ايه؟ الجديد 8 جنيه. 8 جنيه. البطاطس اللي في الارض ده عم فتحي ليه ثلاث اسامي؟ انواع يعني. في صغير ضيق شويه مثلا ده؟ ده ضيق شويه. انا شايفه بس كله فار. ده ما عشان فريت فيها. بص الفيه خد بالك ده. والتاني ده برضه فيها وعاوده. بكام بقى الضيق ده؟ ده بخمسه وربع. ايوه وده بخمسه وربع. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ده في شويه عم ده بخمسه ونص. بخمسه ونص. طب شوف هو عايز ايه وانا جاي. طبعا اعزائي المشاهدين، في محافظات منتجة لأصناف زراعية كتير زي دمياط والبحيرة والشرقية وإسماعيلية. المحافظات دي فيها استقرار في الفترة الحالية، أسواق الجملة فيها استقرار في السعر. السوق القطاعي قريب من سوق الجملة في المحافظات دي، لأن دي بلاد كلها يعني عارفة بعضها وقريبة مراكزها وقراها لبعضها، بالنسبة انها قريبة كمان للمكان اللي فيه انتاج الصنف ده من الزراعة. في خلال ساعة ساعتين بتلاقي الفلاح الفلاني اللي بايع يعني زرعه بالجملة قريب منه السوق القطاعي ومتابع الحركة كويس جدا، غير الناس اللي بتبعت زرعها لمحافظات زي مثلا سوق العبور وبتتابع السوق عامل ايه والاسعار عاملة ايه وفي فرق مسافات كبيرة. طبعا اخوان البياعين والخضرية والسراحين وصحاب المحلات لو رجعوا القناة عندي هيلاقوني بتكلم عليهم اكتر من اسواق الجملة، وبتكلم على مصاريفهم وسجلهم وبطائقهم الضريبية ومصاريفهم النور والايجار والمية، الكلام ده كله احنا مقدرينه، لكن في الحقيقة ان احنا برضو بنتمنى في توازن بين الجملة والقطاع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.